السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الأبحاث بتاعت الذكاء الاصطناعي اتطورت خلال السنين القليلة الماضية، ومن ضمن الأبحاث ديت وحدة الديب مايند في جوجل، وقدرت إنها تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، وقدرت تعمل لنا حاجة اسمها أدابتيف أجنت أو أدا ADA. أدا بتتميز بقدرتها على تعلم مهام جديدة والتكيف مع التغيرات البيئية. يعني انت لو مبرمجة على لعبة معينة او مع حاجة معينة وقاعدة اتغيرت، هي اوتوماتيك بتغير طريقة التعامل بشكل كبير جدا، فبتبدأ تطور بحيث انها توصل للمهام اللي الانسان بيعملها. دي ابحاث خاصة بالأداء. وحتى الان مش مفتوح ان انت تجربها، لكن في فيديوهات وفي ابحاث كتير عن الموضوع ازاي ان هو بيبقى في ايجنت اللي هو اللي بيتحرك دوت، وكل مره بيديله مهام مختلفه، او لما بيتحرك بيفاجئ باختلافات حصلت فبيبدا ان هو يطور نفسه بحيث ان هو يتعامل معاها. وطبعا كل ما بتغير له البيئه هو بيتعلم، لان هو قايم على الماشين ليرنينج، بيبدا يتعلم مع نفسه ويبدأ يخلي فيه استجابة أفضل في المرات القادمة. ودي من أهم الحاجات اللي احنا بنلاقيها في الـ RL أو الـ Reinforcement Learning، إن هو بيتعلم مع نفسه. زي مثلا السيارة ذات القيادة، في كل مرة بتمشي في الطريق بتتعلم مع نفسها من غير ما تعيد برمجتها.